مصطلح الهوية بيعني كيف الإنسان يعبر عن نفسه ويعرف عن نفسه، وبالتالي مركبات الهوية تتقسم لشقين: الهوية الفردية اللي بتميزنا عن غيرنا، والتاني الهوية الجماعية اللي فعلياً بتمثل الجزء اللي بنشترك فيه مع غيرنا للي بننتمي لإله. صحيح دوريد. أنا شخصياً بتساءل كتير عن كيف الجيل الشاب اليوم بعرف هويته وبيستخدم الهوية الفردية لتعزيز الهوية الجماعية. حالياً بدنا نستضيف نداء نصار، مديرة جمعية الشباب العرب في بلدنا، لتحكي لنا عن مشروع هوية اللي عم تتبنى الجمعية. ومنصبح على نداء نصار. صباح الخير. صباح لك. وسهلا فيكي. صباح الخير لك ولجميع المشاهدين. انبسطتي بالأخبار المتفرقة تبعتنا ولا لا؟ هي متفرقة جداً من كل العالم، من سويسرا ل... شو أكثر خبر ضل في بالك؟ ضل في بالي البروكلي أكثر شيء. الأخبار الصحية نوعاً ما. أوكي، مشروع هوية، احكي لنا هيك. مشروع هوية هو عملياً واحد من مشاريع جمعية الشباب العرب بلدنا. جمعية الشباب العرب بلدنا هي طبعاً جمعية شبابية اللي بتضع في أول أهدافها قضية الهوية، قضية التربية للهوية الوطنية. طبعاً ذكرت موضوع الهوية الفردية والهوية الجماعية كهوية وطنية، بس بطبيعة الحال ما ممكن الفصل ما بين الهوية الفردية والهوية الوطنية، خصوصاً في السياق اللي إحنا عايشين فيه، السياق السياسي اللي عايشين فيه، هو أمور متداخلة متكاملة تغذي بعضها. فمشروع هوية هو مشروع أولاً جديد قديم، كون جمعية الشباب العرب بلدنا هي جمعية اللي نشأت بالأساس للتعامل مع قضية الهوية وللتربية للهوية الوطنية، خصوصاً لما نحكي على جيل الشباب اللي يواجه سياسات أسرة متصاعدة كل الوقت، اللي بتأخذ أشكال وبتأخذ مناحي وطرق طول الوقت مركبة أكثر. هذا الموضوع مثير للاهتمام بحد ذاته، محور كامل وبينفع نعمل عليه فقرة، لكن إذا بتزودينا في المعلومات سريعا، كيف عم بتتم الأسرة اللي فعليا على أدمغة العرب؟ يعني في طبعا الطرق التقليدية اللي احنا بنعرفها اللي بيواجهها الشباب، واللي مرتبطة بالمنهاج الدراسي، اللي مرتبطة بمشاريع على شكل الخدمة المدنية أو الخدمة الوطنية الإسرائيلية، واللي مرتبطة بكل سياسات التخويف عمليا واحتواء الوعي ومحاولة دفع الشباب للابتعاد عن السياسي ولعدم التعاطي مع أي مضامين وطنية، ومع زجهن في خانة أنه السياسة عمليا هي لا تمس حياتك اليومية، هي أمر غير مرتبط بحياتك اليومية، والعكس تماما. اقناعهم انك اذا انت بدك يكون في عندك انجازات على المستوى الفردي، بدك تكون شخص ناجح على المستوى الفردي، فانت بحاجه انك تبعد عن السياسه في كل ما يترتب عليه. انت مقيد من ناحيه الوعي الذاتي تبعك وليس جزء من المجموعه. يعني عمليا هي محاوله فرز ما بين حياتك كفرد وما بين العمل الجماعي وما بين الانتماء الوطني كمدخل لانه نقول للشباب، وكمدخل لحرفهم عن هويتهم بدرجه الأولى، وكمان كمدخل لتفتيت المجتمع والعملية شرذمة المجتمع على مستوى مجموعات وعائلات وقبائل، ولاحقا كمان على مستوى أفراد، تحويلنا لمجموعة أفراد اللي لا نتعاطى السياسي، لا نؤمن أنه إحنا في شيء بربط ما بيننا وبين الجماعة المحاطة فينا، ونوع من التعزيز ثقافي ونمط تفكيري اللي هو استهلاكي، اللي هو نفعي، اللي بيرتب علاقتك مع المحيط بناء على منظومة الربح والخسارة اللي هي أكثر فردية ومع توجه أكثر استهلاكي. حكيتي أنه مشروع هوية هو جزء من الرؤية اللي موجودة في جمعية بلدنا، ولكن يعني هاي الرؤية اللي هي الرؤية العامة، هذا المشروع بالتحديد شو اللي بيميزه عن أي نشاط تفاعلي آخر، توعوي آخر في موضوع الهوية؟ ويا ريت تحكي لنا اكثر عن التفاصيل بالتميز. يعني اولا مشروع هوية هو مشروع اللي بادرنا له في بدايه هاي السنه، وهو مشروع بدعم من صندوق التعاون، وهو نتاج لمراكمه معرفه وتجربه في الحقل وبالعمل مع الشباب. الهدف الاساسي اولا ممكن انه نعرفه كمشروع استراتيجي اللي بيحاول بالدرجه الاولى انه يستخدم ادوات اللي هي ادوات سائغه تفاعليه اكثر، جاذبه اكثر للشباب، من منطلق انه احنا بنلاحظ إنه الشباب اليوم يعني أولا ما بتهمهن السياسي بالشكل اللي إحنا بنطرحه كمان، يعني ادعاء إنه السياسي بشكل مطلق هي أمر غير مهم للشباب هو يمكن ادعاء جدا مطلق. ممكن تهمهن السياسي كمان. بس ممكن تهمهن إذا إحنا كمان بطريقتنا كأي إطار قيادي، سواء عمل أهلي أو أحزاب سياسية، بنحاول نخليها مواضيع قريبة أكثر، سائغة أكثر، نربطها بالهموم وبالقضايا اليومية وبالحياة اليومية اللي بتخص الشباب. فهذا المشروع
مشروع بحاول انه ينول هاي القضايا، بحاول يخليها ملموسه محسوسه. حبيت المصطلح كثير، لان كثير مريح كمان. يعني بنتامل انه ننجح في تطبيقه مش بس في قوله ان شاء الله. فعمليا المميز الاول في هذا المشروع انه هو بحاول يستخدم ادوات جديده اللي تنفذ لشرائح واسعه من الشباب، ومش بس شريحه المقتنعين والمهتمين والسامعين واللي معنيين اساسا في سماع هالقضايا. مثال لهيك هي العاب، في العاب واللي هو واحد من المحاور تبعت المشروع اللي بنحاول نعمل انه نطور العاب عمليا اللي بتتناول القضيه الفلسطينيه، بتتناول التاريخ الفلسطيني وبتربطه مع الهويه الوطنيه والهويه السياسيه. احنا بنحكي عن اي اجيال؟ عفوا، احنا بنحكي عن صف 9 ل 11، وكلمه العاب ممكن تبين للاطفال بس احنا ممكن نلعب ممكن كمان. جداً. طبعاً. فالهدف من العاب انه تكون طريقه اللي نقدر من خلالها نوصل لعدد اكبر وشرائح غير مهتمه من الشباب، فهي واحده من المجالات اللي كمان بتعكس التميز في هذا المشروع. المركب الثاني في المشروع هو تجوال. تجوال عمليا يعني عينيا وعمليا اللي بنحاول من خلاله انه ندرب فريق من الشباب من طلاب المدارس اللي يقدروا يمرروا تجوال في الطبيعه. احنا ما بنعرف بلادنا، احنا في عندنا شعور للاسف بالغربه تجاه الحيز اللي احنا موجودين فيه، للحيز البيئي الجغرافي اللي محيط فينا عمليا، في شعور من الغربه. بالمقابل هيك اذا بنطلع على اجيال الاسرائيليه بالمجتمع الاسرائيلي، فهن من صف 7 ببلشوا يجيبوا وفود من بريه البلاد ويعملوا لهم تجوال ويعملوا علاقه حسيه بالضبط. وهي مش بس علاقه معرفيه مبنيه فقط على معلومات، هي علاقه حسيه، تعزيز الانتماء، وتعزيز الرابط العاطفي، تعزيز الرابط الحسي مع البلاد كمدخل لانتمائك، ولا عمليا رفع منسوب شعورك بالانتماء والتضحيه والحب. يعني الهدف تبعنا انه نعمل علاقه حب ما بيننا وما بين هاي البلاد، وكنتاج لهيك يعني تشتق كمان الهويه السياسيه. فعمليا تجوال هي واحده من محاور المشروع. المحاور الثالث هو دليل. دليل هو عمليا يعني هو امتداد لمحاولات سابقه اللي كانت في هذا السياق في لجنه التعليم في دليل للمعلمين، وكمان في دليل للطالب اللي بحاول انه يرصد وين الثغرات عمليا اللي ممكن انه من خلالها المعلم يقدر يشكك بال، يعني يطرح اسئله، يطرح فعاليات، يطرح اضاءات، يطرح تشديدات اللي بتشكك بالروايه الصهيونيه اللي احنا بنتعلمها عمليا، سواء من خلال منهاج المدنيات او من خلال منهاج التاريخ. فعمليا هي ادوات كمان سهله للمعلمين وللمعلمات، بعض وسائل الاعلام وايضا ما موجود على الانترنت، ومحاوله التسويق وترويج له. صحيح. واللي مهم اقوله بموضوع دليل انه احنا طول الوقت في عندنا ادعاء، وهو ادعاء صحيح ومؤسس بطبيعه الحال، انه المدارس مقفله، وزاره التربيه والتعليم بتضيق علينا وبتمنعنا من انه احنا نضخ مضامين وطنيه. فاحنا يعني ما بيصير طول الوقت نستهلك التذمر، وبنضلنا نقول انه ما في مجال، مهم انه نفكر شو الطرق الالتفافيه، وين المحلات وين المكامن اللي بنقدر من خلالها انه نوصل لعدد اكبر، ونستهلك كمان ونستغل الطاقات الايجابيه والفطره الوطنيه الجميله اللي موجوده. صحيح. في مجتمعنا. فدليل عمليا هو المحور الثالث من محاور المشروع. بهاي النقطه، نقطه الدليل، حكيتي عن دليل وحكيتي عن تجوال، طبعا مبادرات كثير قيمه، وعن الالعاب اكيد، واحنا عم نحكي عن اجيال كبيره، وبعدنا احنا بنحب نلعب كمان، يعني انا كنت بحب اكون جزء من هيك نشاط وفعالية. بس سؤالي هو كيف تم بناء وتطوير هذا الدليل أو هاي البرنامج تبع تجوال؟ والسؤال كتير يعني بنفس السياق، وكيف قدرتوا تشتغلوا على هاي السيرورة مع المعلمين؟ وهنا شوي كمان في نقطة مركبة جدا، المعلمين الموجودين بيشتغلوا حسب منهاج، فكيف ممكن يستخدموا هذا الدليل؟ مهم أوضح أنه إحنا بالمراحل الأولى تبعت المشروع، فعمليا كل القضايا هي في طور التنفيذ، ما بينفع أن بطور البناء أسفي، فعمليا ما بينفع أن نقيمها حاليا، بلا شك رح تكون في تحديات، بس في كمان إيمان أنه إحنا بنقدر أنه نعمل هيك، وفي إيمان بمهنيتنا بالدرجة الأولى، وبالحافز الإيجابي اللي موجود عندنا. كيف طورناها
معها وكيف وصلنا لها. يعني احنا كجمعيه شبابيه مفروض نطبق كوننا جمعيه شبابيه ونكون بروحنا وبادواتنا مهنيين وتجديديين عمليا. فبطبيعه الحال يعني طول الوقت في حال التعلم، في حال التساؤل، هل عمالين بننفذ الاشياء اللي احنا موجودين عشان ننفذها؟ هل عمالين بننجح؟ شو عمالين بنأثر؟ شو الادوات الجديده اللي مفروض انه نعتمدها؟ فيعني بلدنا عم تشتغل بهذا المجال ما يعادل 20 سنه، فمع الشباب انفسهم عملنا جلسات عصف ذهني وسالناهم شو بهمكم. طبعا كانوا شركاء في عمليه التطوير ولاحقه راح يكونوا شركاء بالتنفيذ إن شاء وبالتقييم الله. ان شاء الله. واخيرا عشان احنا نبني جيل صح بدنا المدرسين والمعلمين، والدليل اللي حضرتك تفضلتي فيه والمشروع اللي عم بتقوموا فيه لاي درجه في التفاف من المعلمين للتواجد في هذا المشروع؟ أنا بآمن إنه إحنا في بمجتمعنا طاقات إيجابية وفي فطرة وطنية جميلة، بيبقى السؤال كيف نقدر نوظفها وكيف نقدر نسيرها في مسار مهني لتعيد إيمان المعلمين بإنه بسوى التضحيات، إنه في حامل وفي حاضنة لهذه التضحيات. فأنا بآمن إنه ممكن بعمل دؤوب وصعب ومش سهل وفيه كثير تحديات بنفع انه نوظف هاي الطاقات وبنفع انه نشتغل مع بعض اخذا بعين الاعتبار المخاوف والتحديات اللي على المستوى الفردي كمان للمعلمين وبدون القفز عنها. احنا بنفتخر بطاقاتكم واحنا بنفتخر نشاط. شكرا 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 لحضورك ونتمنى انه نتابع نشاطاتكم ونراقب عن كثب مشروع هويه وبالتوفيق وبالنجاح. شكرا لكم ونهاركم سعيد. شكرا لك.